وصل عدد زوار المعرض إلى حوالي 5 مليون زائر، وهذا عدد كبير جدا مقارنة في كثير من المعارض والمتاحف الدولية في أنحاء العالم. نتوقع إن شاء الله أن نصل إلى 6 مليون زائر خلال الشهرين القادمين. حقيقة نسعد كثيرا بكل من زاد المعرض. هذا المعرض والمتحف أعطى لليونسكو أيضا حضور دولي كبير، حضور محلي في المغرب. رسالة هذا المعرض وفي الحقيقة هو نشر لمجموعة من القيم، نشر رسالة الإسلام ونشر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تعتبر العمود الفقري لهذه الرسالة المحمدية المتمثلة في الرحمة. وما أحوجنا في هذا الشهر الفضيل الذي تتنزل فيه الرحمات والبركات أن ننشر قيم الرحمة المحمدية